الإطار التنسيقي بأنه هو أخلاقياً والقيم والمبادئ وكل هذه المسائل يجب أن يبقى ملتزم مع إدارة الدولة، مع البيت الكردي ومع البيت السني. لكن نلاحظ بأنه بكل صراحة سيدتي العزيزة، منذ متى والإطار التنسيقي لديه قرار واحد ولا يتنازل عليه أو لا يتملص منه؟ هذا لا يمكن جملة وتفصيلا. إن عدنا إلى السيد السوداني، فالسيد السوداني هو يحاول بأن لا يتملص من هذه الاتفاقيات أو هذه الورقة التي عقدت ما بين الأطراف الثلاثة، لكن الإطار لا ليس لدينا تلك الثقة اتجاههم بأنهم سوف ينفذوا هذه الورقة. هذا جانب. جانب آخر، عندما بأنه هنالك إحدى النقاط مسألة الاشتتات البعث أو هذه المسميات، من ضمن الاتفاقية التي عقدها مع البيت السني بأنه يجب أن تنتهي هذه المسألة وتتحول كل هذه الملفات إلى المحاكم. نعم. والمحاكم ينظر بها. نرى بأن بعض الأطراف من الإطار التنسيقي هم لا يرغبون بأن تحويل بمثل هذه المسائل، لكونهم يعتبرونها هذه الورقة التي يضغطون بها على هذا الطرف وذلك الطرف. اليوم باسل الكاظمي في داخل الدولة. نعم. محتمل باسل الكاظمي اعترض، إذا اعترض مع الإطار التنسيقي. نعم. محتمل الإطار التنسيقي يعطي عاز إلى بين المسالة والعدالة بأنهم أقيموا عليه، بأنه أخرجوا عليه الكثير من النقاط حتى يبعد من الحكم بجانب تنفيذي وتشريعي، كما فعلوا بالحكومات السابقة. هنالك كثير من النواب استبعدوا من أن يكونوا في داخل قبة البرلمان بسبب المساءلة والعدالة.